أهلا بكم أصدقاء المشاهدين في كل مكان، برحب بكم في حلقتنا في برنامجنا يلا نشهد، اللي بيكون كل يوم اثنين وكل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 1 بتوقيت السويد وحسب التوقيت في بلدك. طبعا أنت بتعرفه. من كل قلبي بشكر رب من أجلكم وبشكر رب من أجل كل أحبائي اللي بيتابعونا في كل مكان واللي على استمرار، حتى من خلال أن احنا بنصلي من أجل بعضنا. هدفنا أن احنا نشهد عن عمل الله، هدفنا ان احنا نصلي معاك، نرنم مع بعض ونهتف مع بعض. النهارده عندنا حلقه خاصه، ومبسوط جدا جدا ان يكون معانا اخويا وصديقي وحبيبي خادم الرب الاخ فليب ويصا من مصر، وموجود حاليا في السويد. اخ فليب اهلا بيك. اهلا، ازيك يا مبسوط حبيبي انك تكون معانا شرف النهارده. شرف ليا. يشرف باركك. يكون عندنا فرصه النهارده الحقيقه حلقه مميزه، هنرنم، هنصلي، هنتكلم في مواضيع مختلفه، عشان كده شاركونا وخليك معانا، وتقدر كمان انت تشارك الرابط او تعمل شير لاصدقائك، لانه هنتكلم في شويه مواضيع يمكن احيانا مش الكل بيتكلم فيها او يدخل فيها، لكن هنرنم ونصلي. لكن تعالوا مع بعض قبل ما نعمل اي حاجه ندخل كده، هقرا بعض الايات من مزمور 118، ويكون فرصه مع اخويا فليب ان يقودنا في عباده واحنا بنرنم ونسبح للرب. مزمور 118 بعض الاعداد: قوتي وترنمي الرب، وقد صار لي خلاصا، صوت ترنم وخلاص في خيام الصديقين. يمين الرب صانعة ببأس، يمين الرب مرتفعة، يمين الرب صانعة ببأس. لا أموت بل أحيا وأحدث بأعمال الرب. هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، نبتهج ونفرح فيه. إلهي أنت فأحمدك، إلهي فأرفعك. أحمد الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. أمين. أخ فليب الرب يباركك، وأصلي من كل قلب النهاردة أن احنا الرب يدينا حلقة مميزة. أمين. 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 أنا نفسي نبدأ مع بعض حضرتك يا القسيس والمشاهدين. الأيام دي يعني الظروف مش سهلة قوي على ناس كتير في العالم كله بسبب الوباء وبسبب حاجات كتير، وناس كتير مستنية رب. عايز ابتدي بتانية بتقول ان إلهي بيسمع الصلاة. أمين. إلهي بيسمع الصلاة، لما انتظره بيجي. ساعات يبان في عينيا انه طول، بس هو لا بيطول ولا بيأخر. هو بيجي في الميعاد، هو بيجي في ميعاده، وساعات يستنى عشان انا ابقى جاهز. عارفين بالظبط زي واحد في الجيم منتظر الرب يجددون قوة. هو انت في الجيم بتجدد قوة لغاية لما تبقى فت وهو يلمسك بقوة، فحتى في الانتظار مش وقت ضايع، انت بتجدد قوة. فواحد بنسمع، خلينا نجدد قوة. إلهي يسمع الصلاة، دي كلمات داود. انتظارا انتظرت الإله، فمال وسمع الصراخ. إلهك بيسمع الصراخ. أصعدني من جب الهلاك، من طين الحمأة غسل خطاي. يا رب أنا بصلي أي حد يشعر أنه في طين الحمأة، أي حد يشعر أنه في طين الحمأة، أنت دمك النهاردة وحضورك يا رب يغسله. انتظارا انتظرت الإله، فمال وسمع الصراخ. أصعدني من جب الهلاك، من طين الحمأة غسل خطاي، وجعل في فمي ترنيمة جديدة، تسبيحة للإله، تهليل وصلاة. وجعل في فمي ترنيمة جديدة، تسبيحة للإله، تهليل وصلاة. أغني للإله، إلهي
يسمع الصلاة وأغني لله. إلهي يسمع الصلاة، يسمع الصلاة، يسمع الصلاة، يسمع الصلاة. إلهي يسمع الصلاة، يسمع الصلاة، يسمع الصلاة. إلهي أنا عايزك ترفع إيدك معايا وأنت في بيتك، قول كده: يسمع الصلاة، يسمع الصلاة، يسمع الصلاة. إلهي فأغني، أغني، أغني من مثلك، فأغني، أغني، أغني من مثلك. يسمع الصلاة، يسمع الصلاة، يسمع الصلاة. إلهي يا رب احنا بنصلي في بداية اجتماعنا بنشكرك وبنحمدك لأنك صالح للكل ومراحمك على كل أعمالك وأنك أنت بتسمع الصلاة. بنيجي يا رب نتحد بكل مريض دلوقتي بالكورونا، يا رب كل واحد خايف أو في عزل، يا رب إيدك تمتد بالشفاء. نشكرك لأنه يعني الأمور أفضل حتى لو في انتشار لكن في ضعف في الفيروس، بنصلي شفاء كامل ولمسة وطمأنينة وسلام لينا ولأحبائنا واللي بيشاهدوا. لمسة من عندك يا رب، لمسة من عندك. أنت صالح يا رب للكل ومراحمك على كل أعمالك. رش السيد قول مرة كمان: كما يشتاق الأيل. اشتاق لربنا دلوقتي. احنا هبتدي نتكلم بس معلش عود معايا تميمة كمان نفس داود الجميل: كما يشتاق الأيل إلى جداول المياه هكذا تشتاق نفسي إليك يا الله، عطشت نفسي إلى الإله. كما يشتاق الأيل لجداول المياه هكذا تشتاق نفسي ليهوى. كما يشتاق الأيل لجداول المياه هكذا تشتاق نفسي ليهوى. عطشات نفسي إلى الإله الحي، متى أجيء أتراءى قدامك؟ عطشات نفسي إلى الإله الحي، متى أجيء أتراءى قدامك لأعبدك. ارفع ايدك معايا قول مرة كمان، عبر عن اشتياقك للرب. يا رب قول له: أنا جعان وعطشان ليك أنت وحدك. قول له: يا رب خلي غمري نادي غمر. كما يشتاق الأيل لجداول المياه هكذا تشتاق نفسي ليهوى. مشتاق ليك. كما يشتاق الأيل لجداول المياه هكذا تشتاق نفسي ليهوى. عطشات نفسي إلى الإله الحي، متى أجيء
أترى قدامك عطشات نفسي إلى الإله الحي متى أجيء أترى قدامك لأعبدك غمر ينادي غمر ينادي لمياه سباحة في دعوة النهاردة غمر ينادي غمر ينادي لمياه سباحة غمر ينادي غمر ينادي لمياه سباحة غمر ينادي غمر ينادي لمياه سباحة عطشات نفسي إلى الإله الحي متى أجيء أترى قدامك عطشات نفسي إلى الإله الحي متى أجيء أترى قدامك لأعبدك نختم بالكلام ده بحبك بهدي لك كل قلبي بحبك بهدي لك كل عمري بحبك 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 يا يسوع ارفع ايدك معايا قول بحبك بهدي لك كل قلبي بحبك بهدي لك كل عمري بحبك 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 يا يسوع بحبك بتغير كل قلبي بحبك بتغير من طبيعتي بحبك 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 يا يسوع يا رب نحبك قوي أيوة. وبنعبودك في هذا الصباح شكرا ندي لك المجد اللائق باسمك مهما قدمنا يا رب امكانياتنا ضعيفه صوتنا ضعيف عزفي ضعيف مهما عملنا يا رب انت تستحق اكتر قلبي ولحمي يهتفان بالاله الحي متى اجيء واتراءى قدام الله يا رب يعني لساني قلم كاتب ماهر لساني قلم كاتب ماهر ومهما يعني بقينا ماهرين مش نقدر نديك حقك ونوفيك حقك صلاحك فوق الحدود صالح للكل ومراحمك على كل أعمالك ليك الكرامة وليك كل المجد هاليلويا أمين 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 أحبائي أحب أنبه معكم النهاردة هيكون عندنا وقت بنصلي في كل الموضوع اللي نتكلم فيها فمن فضلك ابعت تلبوت الصلاة من دلوقتي عشان هيكون عندنا وقت بنصلي أثناء الحلقة مش هنستنى الآخر لكن كل ما بتيجي تلبوت الصلاة هنصلي معاكم من أجلها مرة تاني برحب بأخويا وصديقي خادم الرب فيليب ازيك يا رب يبارك بلدكم برد بلدنا برد بس بيجي الشيخ يوسف بعد شوية بس دافي جوه كويس جوه دافي مش كباب والتلج حلو أصلا جميل مش كده أنت يعني خليني اقول لك يمكن اسم جديد يتقال لك النهارده المشاكس الجريء عامل لنا مشاكل وعامل مشاكل على الفيسبوك وبتخش مشاكل يعني وبتخش في مواضيع انا عارف ان مواضيع جريئه محدش بيتكلم فيها بس في نفس الوقت يعني سؤالي جوه اسئله كتير انك برضو بتتحمل اهانات وبتتحمل كلام قاسي من الناس ليه اللي جبرك تعمل كده طيب اعتقد الموضوع ليه علاقه بالشخصيه وبالدعوه اللي على حياتي حاجتين يعني الدعوه برضو تتوائم مع الشخصيه تمام. يا ربنا بيدعي حد حاجه تناسب شخصيته
او بيعد شخصيته لكده. انا يعني مش بخاف او مش انا انا يعني خادم حر، انا بشتغل مش متفرغ مع حد معين. فصفحتي على فيسبوك بكتب كاني بعد مع القسيس مرزق بحكي معاه في مواضيع، مش بتكسف ومش بخاف، وبكتب رايي في حاجات كتير كل حاجه. وبعدين انا بسافر كتير وبشوف كتير وبسمع كتير. هو في ناس بتستغرب اللي انا بكتبه، يمكن عشان ما شافوش انا شفته وما سمعوش انا سمعته، بس بعد شويه سنين بيشوفوه. وبرضه بس فينا يعني مش قصدي اثبت حاجه، بس عشان كده مش بزعل. مش بزعل من حد، لان انا بقول بقدر هو ما يعرفش قوي او عارف وعنده وجهه نظر تانية بحترمها. لكن انا عندك حق، انا بكلم في كل موضوع يبان ساعات فيها خلاف طائفي، او يبان فيها اختلاف مجتمعي، او يبان فيها اختلاف بين اراء الناس، بقول رايي ببساطه وبوضوح ماشي، وبكن كل احترام للجميع، وبقبل كل. انت لو بتقرا ساعات بتشتم بس بقول لك اللي بيجبرك تتحمل كل ده يعني بستمتع في الحقيقه، بستمتع ان انا وفي ناس بترد ردود جميله وبتعلم. بقول اللي عندي، ومش بقول اللي عندي يا جماعه نبوات من عند الرب يعني. يعني انا بكتب من حاجات شفتها وسمعتها، بس لا. الرب بيتكلم بطرق مختلفه بالظبط، يعني مش شرط نسميها نبوات مثلا بالظبط، لكن ربنا بيتكلم. يعني اقصد اقول انا لما بكتب حاجه من انا شفتها وسمعتها، او حاجه حسيتها في روحي فبقول انا حسيتها في روحي، او حاجه حاسس فيها اعلام من الرب ويا جماعه انا حاسس دي فيها اعلام من الرب. ودايما بطلب من الناس راجعوا ورايا، يعني انا لما اكتب حاجه تبان مستقبليه راجع ورايا، وبعدين اللي 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 الحاجه الحقيقيه هتتحقق. الحاجه اللي ممكن تكون من نفسي ما طيب، هو انا متفق معاك، يعني انا بسال السؤال ده لانه عارف، بس انا كمان متفق. هو ليه احنا كمسيحيين بنخاف على صورتنا قوي، مع اني الاسئله جوانا كلنا مظبوط، يعني اي سؤال انا اتمنى حد يساله مش انا. طب وليه؟ يعني دي برضو عندنا مشكله، مش عايز اقول يعني ليه ما نظهرش بالصوره اللي هي جوه. اعتقد ده بالنسبه لي سهل، يعني انا كفيليب، هو فيليب مع الاساس مرزق، هو فيليب على القناه دلوقتي، هو فيليب في الشغل مع اخواتي مسلمين او مسيحيين او اي، انا عندي اصحاب ملحدين على فيسبوك. انا نفسي يعني بضعفي بتحدياتي، وساعات بكتب ضعفي وتحدياتي على صفحتي وبطلب صلاه. ما عنديش مشكله، ما عنديش الهاله بتاعت انا الخادم او انا القسيس. بس خلي بالك احنا في زمن دلوقتي وفي وقت حساس جدا في التاريخ انه لازم نكون كده. أيوة. لانه احنا ما عندناش حل تاني. أيوة. يعني احنا العالم بيحاول ياخدنا وبياخد الكنيسه لحته اللي هو عايزها. أيوة. فانا اعتقد ان احنا محتاجين ندرب نفسنا ان احنا نكون كده. ايوه، لانه ما فيش حاجه انه يا كده يا كده. هو انت تدرب نفسك تبقى حقيقي. حقيقي، وتقول اللي عندك بدون خوف، تقول اللي عندك باحترام للاخر، وهو لازم يحترم وجهه نظرك. هو لازم يعني ساعات تحس برضو ايه في الايام الاخيره، ساعات يعني اسمح لي اقول مش عارف الموضوع ده شائك برضو، بس ساعات الاعلام الدول واعلام الشعوب بشكل محدد بقى يجهز نوع من التهمه الجاهزه للراي المسيحي. يعني النهارده عايز اقول رايي في مواضيع مختلفه، مش هقول سيره المواضيع، هقول رايي في الموضوع الفلاني، الراي ده كتابي فهقوله، هو اوتوماتيك المجتمع عمل ايه بقى؟ راح مجهز لك التهمه، ايه ده انت بتقول كده، يبقى انت كاره، يبقى انت مش بتحب، يبقى انت عنصري، يبقى انت يحط لك صوره سيئه من قبل ما تقول. في حته انه ايه، في فريدم اوف سبيتش او حريه الكلام بقت شعارات بس، او بقت حريه من اتجاه واحد، انت لازم تقول الاتجاهات اللي الميديا بتاعت البلد ماشيه فيها. لو انت قلت راي مخالف ولا تبقى، ولا هو اوريدي مجهز لك التهمه. يعني ادي التهمه اهي، هو اوريدي نشرها وبيجمع ونشرها وعمل اعلام ضدها، وانك لو مش عارف ايه، ولا انت كاره، ولا انت متعصب، ولا انت اي حاجه، انت قلت رايك في الموضوع وبتحب كل الناس. بس هو التهمه الجاهزه دي خلت
مسيحيين كتير يا قسيس يخافوا يتكلموا، وانت برضو ساعات بتكتب على صفحتك، انت ساعات برضو في ناس ممكن تسيء الفهم تقول لك هو ليه القسيس بيكتب كده. يا جماعه انا بحب الناس، انا كاتب رايي في الموضوع، والنهارده لازم افرق بين رايي في الموضوع ورايي في الناس. يعني النهارده لو انا قسيس انت، انا ممكن احبك واقبلك بس مش بالضروري اقبل تصرفاتك. محبتي وقبولي ليك مش من ضمنه ان اقبل تصرفاتك، انا احبك واقبلك انت لانك انسان مخلوق على صوره ربنا بغض النظر انت بتعمل ايه. لكن انا مش مضطر لو انت تصرفت غلط اقول عشان بحبك واقبلك يبقى انا قابل تصرفاتك. لا، فانا بقى عندي الحريه اقول ايه، انا بحبه فلان وبقبله بس سلوكه ده لا يناسبني، ودي وجهه نظر في النهايه، وفي ناس يقول عليا كده. طيب السؤال الاول النهارده، العيله هي منظومه من الله، وهي العيله فكر الهي، يعني العيله اختراع الهي، اختراع الهي. العالم مش هو اللي عملها. ايوه، والله لما اخترع العيله وحط المؤسسه العائليه حط ليها اسس وحط ليها ترتيب. النهارده بنشوف انه العالم بيغير. ايوه، السنن، اتكلم عن ابليس يغير السنن والعوائد. فازاي نقدر النهارده عندي اولاد وعندي اولاد اولاد وعندي، ازاي نقدر النهارده نعيش في العالم اللي هو بيحاول يغير الفكر الالهي للاسره العيله؟ طيب هو لازم نفهم ان ربنا عنده بركه للعالم كله من خلال العيله. تمام. ليه؟ هو نسألك، هو اشمعنى ابراهيم؟ يعني لربنا هو مش هو ابراهيم كان اداه لبركه العالم، قال له منك تتبارك جميع شعوب الارض. ما جميع شعوب الارض تيجي ازاي؟ انا رجل، ربنا خلقني بيولوجي بتاعي رجل مخلوق كده، احب امراه، البيولوجي بتاعها امراه، ماشي، رجل يتزوج امراه ويحبوا بعض ويخشوا في التصاق حقيقي. بعدين الايه في تكوين غريبه جدا يقول ايه؟ فيترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامراته. بعدين كان بيكلم ادم ما عندوش اب وام، فكان بيقول ذيس از ذا سيستم، ده السيستم بتاعي، يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامراته ويصيران جسدا واحدا. فالنهارده رجل يحب امراه لما يتزوجوا يخلفوا، الخلفه دي ثمره الحب، يعملوا حاجه اسمها عيله. العيله جنب عيله جنب عيله تكون حاجه اسمها مجتمع. مجتمع جنب مجتمع جنب مجتمع يكون حاجه اسمها بلد. بلد جنب بلد جنب بلد تكون حاجه اسمها عالم. فالعالم كله، وربنا راح مستخدم عيله من ابراهيم ومن نسل ابراهيم يبارك كل العالم. كل العالم. النموذج ده ابليس بيكرهه لانه بيفكروا بربنا. لانه بيفكروا بربنا، اختراع الهي وايه؟ لمصلحه البشر. وابليس بيكره الناس فيعمل ايه؟ انا هدمر الموضوع ده خالص. اولا بقى ليه اولاد، هو يكتب كتاب المسيح يقول اولاد ابليس، المسيح يسميهم كده او يسميهم اولاد الشر، بنو الشرير. المسيح بيقول عليهم كده، بقى في ناس بنو الشرير باعوا نفسهم للشيطان. الناس دي عايزه تدمر العالم. تمام. ازاي انا اقدر دلوقتي انه يمكن انا وانت وناس كتير معانا فاهمين الفكر العالمي لتدمير قصد الله المبارك؟ تمام. احنا فاهمين، بس ازاي انا هقدر ولادي يتعاملوا، ولادنا يتعاملوا في الجو ده؟ وانا اعتقد النهارده احنا مش بنتكلم عن اوروبا، الموضوع بقى في كل العالم خلاص. مش بقى يعني اللي هنا امبارح بقى هناك النهارده، يعني هو ماتر اوف تايم، وقت بس. لان احنا كان عندنا كل القنوات الاوروبيه في مصر خلاص، يعني او الامريكيه، العالم كله بقى في ايد كل واحد. صح. ازاي اقدر النهارده اقدر اساعد ولادي، افهم ولادي انه هم دول الكنيسه، هم دول ولاد الله. لانه خلي بالك انا ولادنا بيقعدوا في المدارس اكتر ما بيقعدوا معانا قدام التلفزيون وقدام التلفزيون. مظبوط. فازاي النهارده اقدر احمي ولادي؟ الموضوع مش سهل لكن مش صعب. ولازم تبتدي من الاساس. خد بالك، يعني هنرجع بقى الايه اللي انا وقتك كنا بنتكلم فيها بالحلقه، هتربي ولدك. كانت فين يا اسيس؟ في امثال، هقول لك حالا، امثال 22 6، امثال 22 6، رب الولد في طريقه، قرار لاسيس، رب الولد في طريقه فمتى شاخ ايضا لا يحيد عنه. واو، ايه الحكمه؟ امثال 22 6. بص بقى، انا عايز اقراها من ايه تانية.
من ترجمه تانية برضو يعني. في الفان دايك يقول رب الولد في طريقه فمتى شاخ ايضا لا يحيد عنه. بعدين يقول ايه بقى في المبسطه، درب الطفل على ما ينبغي ان يفعله فلا يتركه عندما يكبر. هنا ده سر بقى، يعني ازرع في الولد بقى. ده سر للاسف الشديد العالم عرفه، قال لك بس يبقى انا عشان اغير العالم انسى الكبار. دول خلاص فلتوا من دول خلاص، ربي ابنك في صغره كبر فمش هيحيد عنه. قليل نادرا طبعا في ناس كبار ممكن تضرب، لكن عايز اقول ايه النسبه قليله خالص، لانه خلاص اتعقد. عشان كده بيسموها عقيده، يعني كلمه عقيده اتعقد خلاص، اتربى على حاجه معينه. يقول لك انا اتربيت على الموضوع ده ما ينفعش استغنى عنه. فهو هنا سليمان بيقول لنا حاجه رهيبه، حكمه فعلا، ربي الواد في الطريق في الطريق بتاع ربنا عشان لما يكبر خلاص مهما حصل ما يتزعزعش. ابليس عمل ايه بقى؟ واولاد ابليس عملوا ايه؟ قال لك بس احنا الولد لغايه 6 سنين لو اتربى في بيت ابوه وامه على النهج المسيحي خلاص صعب ناخده خالص. فبقى في العالم طبعا نظام جميل جدا اسمه الحضانه او مدارس ابتدائي، which is good، كلنا محتاجينه. بس لو انا في البيت ما خدتش دوري جامد المدرس هياخد دوري. يعني انا مثلا بنتي يعني كانت في السويد، هي سمعت انه العالم كله اتخلق بالبيج بانج بنظريه وان ربنا ده مجرد نظريه، خلق العالم عن طريق ربنا ده مجرد نظريه، ممكن تبقى غلط ممكن تبقى صح. بس حصل انفجار هو دوت في الاخر، حصل انفجار والعالم انتهى. فانا عشان اخش النقاش ده مع بنتي ماشي، لو ما كانش في البيت في اساس ايه اللي يخلي بنتي ما تصدقش المدرس؟ فالنهارده لازم اخلي بالي قوي، وبنتي في الحضانه وابني في الحضانه او في المدرسه، ما ينفعش اتجاهل ابني، ما ينفعش اقعد اسيب ابني على قنوات محدده انا عارف ان هي عندها تارجت معين اسيبهم كده. مش بقول ما تتفرجوش يعني اقصد او تمنعوا عيالكم، عشان ده برضو مش الحل، بس ابقى جنب ابني. كنت شفت ايه النهارده؟ طب ايه الاخبار؟ واكلمه فيه واجيب طب الكتاب بيقول ايه؟ طب ربنا بيقول ايه؟ فالواد يطلع ربي ولدك في طريقه فمتى شيخ لا يحيد عنه. لكن اسيب ابني لقناه اطفال تربيه؟ هل اسيب ابني للتلفزيون يربيه؟ هل اسيب ابني للحضانه تربيه بالذات لو في الغرب؟ هل اسيب ابني للحضانه تربيه وتقول له ايه العالم اتخلق ازاي والدنيا اتخلقت ازاي وانا مين وهو مين او هو مش عارف نفسه ايه لحد دلوقتي؟ انت مين انا أصلاً؟ لسه مش عارف. انا مش عارف. طب انا اسيب ابني ليه كده؟ فاهم؟ يعني دور كبير جدا علينا كاهالي النهارده في تربيه الاولاد، في الاهتمام ازاي ان احنا نربي اولادنا. دور اساسي، يعني دور اساسي. اليهود في حاجه كده قريتها، انه زمان لما كانت الست بتبقى حامل في الشهور الاولى، فكانت وهي حامل فبتروح تقعد في الهيكل عشان الهيكل بتسمع كلام عن ربنا كتير، فالبيبي يسمع. واو. فكان في الشهور الاولى الولد بيعودوا الولد على انه بيسمع كلمه ربنا وهو في بطن لسه في بطن امه. اعتقد ان في حاجات احنا محتاجين برضو انه نرجع ليها مره تانية. احنا في العهد الجديد بقينا الهيكل، فانا اقدر اسمع ابني واقدر اشغل حاجات واقدر اكلمه واقدر اباركه وهو لسه بيبي، اقول له اتنبأ على حياته اتنبأ على حياته اقول كلمه الرب على حياته. امين امين اخ فليبي، يعني احنا يكون عندنا وقت نتكلم في موضوع تاني بنعمه الرب، لانه الامر ده مهم جدا النهارده. العالم كله وابليس مسلط الضوء وشغله كله على تدمير العيله. تيجي نصلي دقيقه طيب قبل ما ناخد فاصل؟ ناخد فاصل ولا لا؟ نصلي نصلي. امين. اسم يسوع. يا رب احنا بنشكرك على العيله، يا رب على هذا الاختراع الجميل. بشكرك ان خلقتني انا عارف انا مين. ايوه انت خلقتني رجل يقف امامك، خلقتني بمخ، خلقتني بقلب، خلقتني بمشاعر، خلقتني يا رب احب، خلقتني ارتبط، خلقتني يبقى في ثمر للحب، خلقتني اعمل عيله، خلقتني ان العيله دي اما انا وبيتي فلنعبد الرب. وانت يا رب حتى في تعاملك مع شعب اسرائيل كنت تطلب العيله كلها تطلع فوق، اطلعوا على الجبل، عايز اقابل العيله. مش بس كده، ده انت كنت عايز تعمل اصلا عيله. أيوة. ده انت رحت ليعقوب وخليته يخلف 12 ولد وقلت دول عيلتي وبقى هم دول عيله هتبارك العالم كله. انت بتتحرك عن طريق العيله. عشان كده ابليس بيكره العيله. تعالى يا رب
احمي عائلتنا، باسم تعالى يسوع، غطيها بدمك، تعالى باسم احمي يسوع اطفالنا، يا تعالى رب. رب غطينا بدمك، وادينا نعمه وحكمه ازاي نتعامل مع الجيل الجديد بفرح وسلام من غير كلكعه ومن غير مشاكل، لكن يا ناسس رب. عيالنا رب الولد في طريقه حتى عندما يشيخ لا يحيد عنه. بركه لكل باسم العائلات يسوع، اللي بتتفرج دلوقتي باسم باسم المسيح. يسوع. امين. امين امين امين. حبايبي بشكركم لطلبات صلاه كتيره اللي جات عندنا، هنبدا نصلي. بس خلينا ناخد ترنيمه. هناخد ترنيمه من هنا ولا من جوه بقى؟ احنا خدنا من هنا، هناخد حاجه من جوه. طيب هناخد ترنيمه في مثلا احبائي. البركه امين. ناخد ترنيمه للعائلات، امين. لو ادوكسيا البركه معانا تمام، جاهزه اللي هي ده جاهزه. امين. بليسنج خلينا بالعربي، نرنم مع اخويا فليب، بس مش من هنا، من ونتنبأ على عائلتنا. ونتنبأ كده واحنا بنرنم على اولادنا. عايزك الحلقه النهارده الحقيقه خاصه، عايزك وانت بتسمعنا وانت بتصلي معانا صلي، يعني صلي من اجل الامر ده، وتصلي من اجل بيتك، صلي من اجل اولادك، صلي من اجل الاسره، صلي من اجل حياتك كمان. أمين. تعالوا نرنم ونطلب البركه ونرجع مره تاني هنا نكمل موضوعنا. أمين. أمين. يباركك الرب ويحرسك، يضيء بوجهه عليك ويرحمك، يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلام. آمين 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 الرب وجهه عليك ويرحمك، يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما. مبارك شعب مصر، ليت نعمته تكن معك ومن جيل إلى جيل، مع بيتك ومع نسلك ومع نسلهم ومع نسلهم، ليت حضوره يسر أمامك من خلفك جانبك من حولك داخلك، هو معك في الصباح والمساء، في دخولي وخروجي، في بكائي وفي فرحي، هو لك. يباركك الرب ويحرسك، يضيء الرب بوجهه عليك ويرحمك، يرفع الرب وجهه عليك ويمنحك سلاما. في دخولك وخروجك، في بكائك
اهلا بكم اصدقائي مره تاني في حلقتنا النهارده. ترنيمه جميله جدا، ترنيمه البركه. فيليب انت جمعت ايه ده؟ انت عملت ايه فيها دي؟ هو الفكره انه زي ما انت عارف ان العالم كله رنم الترنيمه دي، وكل بلد قدمتها بلغتها. فانا بس عندنا جروب كده فيه مسبحين بتوع مصر كلها، وكلمتهم يا جماعه تحبوا اتحمسوا، في بتاع 100 واحد اشتركوا. بس ده خد وقت طويل طبعا، خد وقت طويل من التنسيق، بس الناس من حماسها الموضوع بقى بس جميله حلوه. كل واحد يسجل في بيته ويبعت لي الفيديو، وبعدين حد كده تبرع ولم كل الفيديوهات، وقعدنا نعمل ايديت لغايه لما طلعت بالشكل اللي انت شفته. نشكر حلو قوي، ربي يبارك. بعدين في معانا ابونا مكاري في الاول، يعني حتى ابائنا صلوا معانا واتحدوا. يعني حاجه جميله جدا. من كل الطوائف، كاثوليك وارثوذكس وانجليين، ومن كل محافظات مصر. هي دي البركه، البركه بتيجي لما بنجتمع مع بعض. صحيح، لما جسد الرب بيجتمع بغض النظر عن طريقه عبادتنا. صح. لكن لما بنقدر نصلي ونقف مع بعض واحنا واحد في المسيح، ودي حاجه جميله جدا. صح. اخ فيليب، جات لنا طلبات صلاه حقيقه وحابب نصلي مع الناس. امين. ففي جو يونان طلبت صلاه من اجل خلاص اهل بيتي. امين. ممكن ورامي كمان مرجان بصلي ان الرب يحفظ زوجتي وكل بيتي، ممكن تصلي معاهم من فضلك. أوكي. وعندنا طلبات تاني كتير قوي حقيقة. أوكي. باسم يسوع يا رب. يا رب. يا رب احنا ببساطة جايين نرفع الطلبات دي قدامك. يا رب. نعم. اللي محتاج خلاص مد ايدك بالخلاص. واللي محتاج شفاء مد ايدك بالشفاء. احنا هنتكلم كان شوية في الشفاء والخلاص. يا رب. لكن احنا قبل ما نتكلم مصدقينك. مصدقين عمل المسيح على الصليب. نعم. انت عايز تخلصنا. انت بتحب تشفينا، انت بتحب تمد ايدك بالخلاص وبالشفاء. بحط اخواتي بايدك باسمائهم زي ما طلبوا. يا رب مد يدك بالشفاء والتجرى ايات وعجائب باسم فداك القدوس، وخلص على كل حال قوم باسمك وبسلطانك، ليك الكرامه ولكل الاسم. ربنا بحط اخويا مهندس طالب الشرهاني، طالب الصحه، وانك انت ترزقه يا رب. انا بحط يا رب طالب من ايديك يا رب، انا بشكرك لاجله يا رب. احنا بنحط الصحة لزوجته يا رب، انك تلمس زوجته في اسم يسوع يا رب. احنا بنثق فيك يا رب، ان مكتوب ان كلمتك تشفي. ارسل كلمتك يا رب لاخونا طالب الشرهاني للشفاء لزوجته، وانك انت تفتح ابواب من عنده يا رب. يا رب سامية سام بحطها بين ايديك، وبصلي يا رب ان الرب يلمس امها يا رب، طالبة شفاء للام لمامتها، وطالبة يا رب ان هي امها تعرفك يا رب. احنا بنصلي من اجل الامر ده يا رب، انك تشفيها، انك تمد ايدك، وانك تفتح قلبها تعرفك وتقبلك رب ومخلص ليها يا رب. اخ فيليب روماني ناصر، الرب يحفظ عيلتي ويشفي من الامراض. موني زاهر كمان طالب صلاه من اجل البيت بتاعه. اسم يسوع. روماني ومين؟ روماني وموني. وموني؟ اه. يا رب حط بايدك روماني وموني بالاسم يا رب. ما تقابلناش بالجسد، لكن احنا رافعينهم قدامك، قدام عرش النعمة. اسمه عرش النعمة. هاليلويا. فنتقدم بثقة إلى عرش النعمة. هاليلويا. لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه. مد إيدك بالرحمة والنعمة لإخواتي باسم المسيح. أمين. باسم يسوع. نانسي كمان أخ فيليب، نانسي محتاجة صلاة من أجل أسرتها. والرب يتدخل في بيتها. وكمان حد كان طالب كمان الرحمة والغفران لحياته باسم يسوع. أمين. أمين. ينان. ينان
طالب رحمة وغفر. نانسي وينين باسم يسوع قدامك باسم يسوع يا كل حد بيبعت طلبة صلاة. أمين يا رب. هو بيبعتها لك يا رب. إحنا يا بس رب. بنعلنها في الهواء. إخواتي محتاجينك أوي يا رب. وإخواتي مصدقين في صلاحك. إخواتي بعتوا طلبة صلاة. مش محدش بيطلب حاجة من حد عارف إنه ما عندوش. فدام طلب عارف إنه عنده. فأنت عندك الكتير. مد إيدك يا رب لإخواتي باسم المسيح. يا رب انا بحط طارق من تونس بين ايديك يا رب، طالب انك تلمسه وتشفيه من كورونا يا رب. امين. احنا جايين بنحط أمين. طارق يا رب. امين. انت شايف المرض وانت شايف الكورونا وانت شايف هذا الوباء يا رب، لكن مكتوب يا رب ان الوباء يعني بيهرب امامك يعني. فانا اصلي في اسم يسوع ان رساله سلام وتشجيع وشفاء لاخويا طارق في تونس. أمين. رانيا بين ايديك يا رب انها بتصلي انك تديها زرع بشر يا رب في اسم أمين. يسوع المسيح. أمين. رب اشكرك يا رب. اشكرك يا رب لانك انت بتبارك يا رب زي ما بدينا الحلقه وانك انت باركت ابراهيم ومن خلال ابراهيم بتبارك ناس للعالم كله يا رب. رانيا بين ايديك يا رب اعطيها في اسم يسوع النهارده يا رب. افتح انت يا رب. مكتوب انك تفتح ولا احد يغلق وتغلق ولا احد يفتح. احنا طالبين نسل من عندك يا رب. أمين. بركه من عندك النهارده في اسم يسوع المسيح. امين امين. كمان في طلبات صلاه بس اخ فيليب يعني طلبات صلاه كتير جايه للشفاء. أيوة. خليني اسالك بقى هو ربنا بيسمح بالمرض؟ هقول لك حاجه برضو انت يعني برضو رايي مش مشهور بس ده رايي. انشاكس بقى. انشاكس. ربنا لا يعطي مرض تمام ولا يسمح به. التعليم السائد في بلادنا حتى في العالم للاسف في رايي برضو ممكن اكون غلطان بس انا اقول اللي انا يقولك لا ربنا ما يديش مرض بس بيسمح بيه. تمام. ازاي دي يعني مش منطقيا غلط ولغويا غلط. لان اراده ربنا هي سماحه وسماحه هي ارادته. تمام. مفيش حتى لاهوتيا غلط. ما ينفعش بس هو عايز بس مش عايز. طيب الواحد طب ليه هو في حاجه بتحصل بره سلطان ربنا؟ لا خالص. هو الموضوع كله لما ربنا خلق ادم وحواء وحصل السقوط بالسقوط دخل المرض ودخل الموت. ربنا ادى ادم اراده حره. تمام. ماشي. ماشي. الاراده الحره دي لها نتائج. فكل مشاكل بتقابلنا في الحياه وكل امراض وكل كوارث وكل حوادث وكل بلاوي سودة بتقابلنا في الحياه مش اراده ربنا خالص. ربنا قال في مزمور 112 الارض السماء سماوات الرب. اما الارض فاعطاها لبني ادم. ماشي. فمش موضوع انها بره سلطانه. هو قال لك هتزرع هتطلع شجره مش هتزرع وتسقي الشجره هتموت. ففي جزء في خاضع لينا كبشر. تمام. فكل ما نراه في الحياه من مشاكل والم ولعنات وامراض سواء موروثه او بتحصل او كوارث او حوادث مش موضوع بقى ربنا مش قاعد يا اسيس مرزق يهندس بقى خلي بقى العماره تقع على الراجل ده وخلي بقى العربية دي تخبط الراجل ده. مش قاعد يهندس أمراض. يعني في أمور كتيرة بتحصل من خلال الطبيعة بسبب وجودنا أخطأنا موجود العالم. مكتوب إن العالم وضع في الشرير. هو أوريدي وضع في الشرير. هو قال لنا يا جماعة خدوا بالكم في العالم سيكون لكم ضيق. مش عشان هو اللي عايز كده. دي مش مشيئته. هو بيقول لك ده اللي هيحصل لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. هو قال عن نفسه أنا الشافي. معقول يا مرزق؟ طب لو ربنا اللي بيدي المرض راح أقول له شفيني؟ يعني هو اللي مدهوني. طب يعني خليني اخد حاجة بسيطة خالص. بولس مش كان عنده شوكة؟ مظبوط. حلو. يعني ايا كان نوع المرض بس يعني كاتب هو السؤال بقى الحتة دي هل بولس شوكة بولس كانت مرض؟ هو صلى. صلى بس ثلاث مرات. بس هو قال اللي حصل قال المرض تقريبا او المشكلة قال ايه؟ ملاك الشيطان ليلطمني. هنا حاجتين. حتى لو كانت مرض مين اللي ضربه؟ الشيطان. يعني حتى لو كانت مرض مع ان بعد كده هو بيوضح ايه الشوكه بيقول منين ما اروح بيضربوني منين ما اروح بيضطهدوني منين ما اروح بتضرب وبتضطهد كتير. بنقول ما قالش حاجه عن مرض يعني هو شرح البتاع وحتى لو مرض عشان طبعا على فكره انا عندي امراض. انا مش بقول ان المؤمن ما يعياش ومش انجيل الرخاء والكلام ده لا لا خالص. انا بس ببرأ ربنا من كل شويه نتهمه بحاجه غلط حصلت. عارف تخيل بالظبط ايه الشيطان يجي يضربك ضربه طب انت ليه يا رب كده يا عم انا ما قلتلكش حاجه. طب اوكي طب يعني خلينا اقول بولس مش الرب ما سمحش ورب مش بيسمح من الامراض كابن لي وتضرع امام الرب ثلاث مرات من اجل الامر ده. ما فضل يضطهد. فضل يضطهد او يعني بص ما انا عارف يعني مثلا في خدام كتير قوي اتقياء
عاشوا الرب حياة مجيدة yeah. وبسبب تقدم السن مرضوا وماتوا. أنا كمسيحي بقى مؤمن سؤالت إيه في الموضوع ده كله؟ لما يبقى حد عيان أحط إيدي يا رب مد إيدك بالشفاء، أنت الشافي. وإلا لو أنا عندي شك في إن هو الشافي، ولو عندي شك إن هو اللي مد المرض، هتجرأ إزاي أقول له شفي؟ يعني هذا لو أنا ربنا اللي مد المرض، طب هروح لمين؟ أنا كده خلاص الساية كلها تسدد في وشي، فاهم؟ فأنا بقول إنه أنا كمسيحي دوري إن أحط إيدي وأصلي. لو حصل شفاء مجد للرب، ما حصلش شفاء مجد للرب. النهارده الدكتور بيروح يعمل عمليات صح؟ تمام. طب الجراح عمل 5 عمليات اربعه نجحوا واحد مات، هل تاني يوم هيبطل يعمل عمليات؟ لا طبعا. احنا انا هصلي كل يوم لاجل الشفاء. وعندنا برضو الرب اقام لعازر مظبوط ومات. يعني فاحنا عارفين دي، فاحنا محتاجين ايه؟ ما تتكلكعش. واحد يقول لك اصلا انا صليت وما حصلش حاجه، وصلينا لفلان ومات. طب مجد للرب يعني صلي من بعد. وفي ناس اتشفت ورجعت مات الدنيا. يعني اقول انا دوري ايه؟ هو المسيح ادى وصية قال اشفوا مرضى، صح؟ مش ده كلامه ولا ده كلام التلاميذ بس. تمام. اشفوا مرضى. وبعدين في حتة خطيرة جدا هنا. يقول لك لا لا لا، الشفاء ده كان عشان يأسس كنيسة. عندي سؤال. يعني هل ده يتناسب مع طبيعة ربنا؟ لا طبعا. هل هو شافي بارت تايم؟ هل هو واخد شغلانة الشافي جزئيا؟ لا. هل هو بيستغل الشفاء عشان يعمل كنيسه وبعد كده انا عملت كنيستي؟ طيب فلقوا بقى ازاي اقدر اوكي ازاي اقدر اعيش بسلام وانا مريض وانا تعبان يعني وانا بتالم او عندي شوكه او ازاي اقدر اعيش احب الرب وهي شويه صعبه؟ هقول لك من حياتي ومن حياتك ومن حياه الناس اللي حوالينا. انا عندي حاجات مثلا في عيلتي انا ورثتها ماشي، انا عارف ان انا ورثتها يعني موجوده في ابويا وامي كلنا واجدادي سواء كما سكر ضغط ركبك توجعك بعد شويه تكبر شويه الجسد بيضعف ده طبيعي. انا بصلي ما حصلش حاجه، ادراكي ان تعبي مش عند ربنا مخليني صالح مع ربنا، ما عنديش كلكعه. انت ما شافتنيش ليه؟ انا متصالح مع ربنا وعارف انه شافي وعارف ان الجسد ده هيفنى وهذا الفاني سيلبس عدم فناء. فانا متوقع الرب يشفيني، ولو ما شفانيش مجد للرب. وبولس بيعلمها لنا كده، ان عشنا فللرب نعيش، وان متنا فللرب نموت. فخلاص انا ما اخشش في حته الكلكعه. طب انت ليه عملت؟ وافضل بقى صارع وافضل الف وادور في دايره مغلقه وهو يقول لي تعال الى الرحب. انا افضل لا، انت لازم تشفيني دلوقتي بالطريقه دي. يا ابني تعال الى الرحب، انا عندي حاجه رحب. انت ما اديتنيش عيال ابراهيم. يقول طب بص للنجوم. دايما ربنا ياخدك لبره نفسك. يعني محتاج انه انا ازاي فعلا اعيش انه يكون عندي ثقه واخد كلمه الرب اتعزى بيها لو انا حامل مرضي وانا حامل تعبي. ومرات كتير جدا بنشوف ناس الحقيقه حياتهم صعبه عندهم لكن عندهم مسحه وبيعرفوا يتعزوا وبيعرفوا يفرحوا بالرب. يعني الحقيقه انا وانت بتشوف واحنا بنعرف وزي ما انت بتقول انت وانا وكلنا عندنا. انا عندي لينا مثلا مراتي مرات كتير جدا ايام مش بتنام عندها مشكله في النوم عندها مشكله ومرات تنام نص ساعه الليل كله ومرات ما تنامش والى اخره. لكن الرب بيدي قوه. عايزين نتشجع وعايزين مش بس نقعد ما نتكلكعش ما نقفش عند يعني المشكله دي ونقف عندها. مرضي وتعبي ولما بمسك المرض بيزيد المرض صح، ولما بمسك التعب بيزيد التعب. انا بعاني انا ساعات انا هو الموضوع مش سهل ومحتاج دايما اقول لنفسي اطلع بره نفسك يا فيلم اطلع بره نفسك يا فيلم. فهو تدريب وبعرف ومدرك. هي الفكره كلها ابليس عايز يخبط في صلاح الرب. هي دي الفكره. هو اللي عامل لك كده، هو اللي جاب لك كده. لو دي اتعالجت اعتقد هنتعامل مع مشاكلنا بشكل افضل قوي. وانا اعتقد برضو انه الرب وضح قال انه هو في حياته على الارض كان في الم طبعا. يعني ما كانش في امراض عنده لكن كان في الم كان في حاجات تانية. وده اللي محتاجين ازاي نقدر احنا نكون فوق الحتة دي. وانا اعتقد ان هي محتاجة بيني وبين ربنا في العلاقة في الشركة بتاعتي بيني وبين ربنا. ازاي اقدر انا اطلع في الحتة دي وازاي اقدر ادوس على الحاجة دي وانا مصدق ان هو يديني نعمة. بالعكس. لانه قال لبولس تكفيك نعمة صح لان قوات في الضعف تكمل. انا عايز حاجة صغيرة في الحتة دي ونخش على حاجة تانية لو عايز. زيت المسحة يا أسيس اللي بتمسح بيه ده كان من ضمن مكوناته مر. اول مكون في زيت المسحه ربنا قال له هات مر، قال لرئيس الكهنه جيب مر وزيت زيتون، زيتون يعني اتعصر yeah. وهات شويه اعشاب كده دقهم.
دول يطلع منهم ريحة ومسحة. ماشي، مفيش حد. فانت عندك الألم اللي في حياتك ممكن يطلع حاجتين. الألم اللي في حياتك ممكن يطلع حاجتين، ممكن يطلع مسحة، ممكن يطلع مرارة. والاختيار ليك. الألم اللي في حياتك ممكن يطلع حاجتين، ممكن الألم ده في طلبك لوجه الرب وإدراكك لصلاحه يخرج منك مسحة، يخرج منك ريحة حلوة. أنا مش بقول المرض، بكلم الألم عامة. وممكن هذا الألم يطلع منك تمرد ومرارة. الاختيار ليك. أمين. إحنا في ترنيمة جميلة ليك. إيه أني واحدة؟ لازم نسمعها. أنا أعتقد إنه دكتور عن الشفاء يمكن. عن الشفاء. فخلينا أحبائي تعالوا نسمع ترنيمة جميلة من ترنيم الأخ فيليب عن الشفاء، ونرجع نكمل موضوعنا تاني هنا. أمين. أمين. مجد للرب. ترنيمة جميلة جدا، أن يهوى إلهنا لا يعطي مرض بل يعطي حياة. نشكر الرب من أجل هذا. أصلي من كل قلب النهاردة أن الرب ينزع كل حاجة أنا صدقتها عن الرب، وكل حاجة زرعها العدو جوايا عن الرب. إلهك بيحبك، الله يريد لك البركة والحياة. أخ فيليب، وقتنا قليل جدا وعندنا تلبط صلاة وما خلصناش أي حاجة كنا نتكلم فيها تقريبا، فلازم نشوف حلقة تاني. أنت عندك أي عايز تقرأها سريعا كده؟ أمين. هقرأ آية كلنا عارفينها بس هقرأها من ترجمة تانية، ساعات لما يتعود على ترجمة ما تلزقش في مخنا. أشعياء 53 بيتكلم عن الرب على الصليب. يقول إيه؟ بص يا أسيسي، يقول إيه؟ لكنه رفع اعتلالاتنا وحمل أمراضنا ونحن ظننا أن الله يضربه ويزله، لكنه جرح بسبب معاصينا وسحق بسبب آثامنا، وقعت عليه عقوبتنا فنعمنا بالسلام وشفينا بسبب جروحه. الآية دي بتتكلم عن الشفاء، عن الصليب. أنا شايف الشفاء جوه الصليب. الغريب بقى المسيح في متى 8 وارجع لها، جابوا له مرضى كتير فرح شفاه. عارف قال لهم ايه؟ عشان يتم اللي اتقال في اشعياء 53
يعني الآية متأكدة مرتين. النبي قبلها بألفين سنة بيقول إنه شال المرض وشال العلل ويجي المسيح يشفي أمراض وطلع شياطين والحيول لكي يتم المكتوب. أمين. فإحنا هنصلي دلوقتي للمرضى بهذا الإيمان. أمين باسم يسوع. عندنا أمين باسم يسوع. عندنا أخونا روماني ناصر بيطلب صلاة وبيطلب شفاء. وكمان عندنا كمان في نزيه جرجس أن الرب يمد برضو زوجته متألمة فممكن نصلي له باسم يسوع. ومارلين صلاة كمان لأجل العيلة. راندا بتطلب لابني كمان في اسم يسوع. أمين. صلي يا سيس وأنا هصلي وراك. أمين باسم يسوع. يا رب أشكرك من أجل أخويا نزيه. يا رب أنت عارف زوجته وأنت عارف الألم وأنت عارف كل تعب يا رب. وإحنا جينا النهاردة بنشكرك لأجل نزيه, بنشكرك لأجل زوجته, وبنشكرك يا رب لأنه أنك أنت النهاردة هترسل كلمة شافية يا رب في اسم يسوع. يا رب بحط مارلين بين إيديك يا رب, هي طالبة من أجل عيلتها ومن أجل زوجها يا رب. راندا كمان بين إيديك يا رب, انتهى انتش ابنها يا رب, بحطهم هم الثلاثة بين إيديك يا رب. وأقولك من فضلك زيارة خاصة يا رب, زيارة خاصة يا رب, زيارة للنفس والجسد والروح يا رب. أنا بصلي النهاردة أنا أخويا فيليب مع إخواتي كمان يا رب النهاردة يكون في شفاء وخلاص لأجل هذه البيوت في اسم يسوع. في اسم يسوع. أخي فيليب سامية صلاة من أجل رجوع بنتي لحضن يسوع. واو. أمين. ممكن تصلي لأجل يا رب. ده أعظم طلبة ممكن تطلبها يا رب, إن بنت الأخت سامية ترجع لحضن يسوع. مش بس بنتها, بنتي وبنت كل حد بيسمع وابن كل حد بيسمع. أعظم فرح لأي أب وأم يشوفوا عليهم المسيح, اجذبهم إليك. أما أنا وبيتي فلنعبد الرب اسم المسيح. أمين يا رب. رب أنا بصلي في واحدة اسمها بنت الرب أن الرب يديني أطفال. أمين. 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 ويبارك زوج يا رب اسم يسوع. أشكرك يا رب لأنه في طلبات كتيرة النهاردة يا رب جاية طالبة بركة منك يا رب, طالبة نسل من عندك يا رب. وإحنا بنحط بنت الرب دي بين إيديك يا رب. يا رب في اسم يسوع النهاردة أقول كلمة يا رب, أؤمر النهاردة من فضلك يا رب بنسل يا رب. إحنا بنصلي وبنشكرك لأنك أنت أمرت وأنت عايز ده يا رب يتحقق يا رب. فإحنا بنصلي لها من فضلك, أعطيها سلام يا رب. ثروة تعوض بين إيديك صلاة لبنتي بناتي مارتينا وديميانا وليديا وسيمون. أمين. في اسم يسوع إحنا بنحط الأسرة دي بين إيديك, أسرة أخويا ثروة بين إيديك يا رب, بناته بين إيديك يا رب, أزواج بناته بين إيديك يا رب. هذه العيلة تكون ليك في اسم يسوع المسيح. أخ فيليب توماس طالب صلاة من أجل كنيسة الرب والمؤمنين البعيدين والفاترين في هذا الوقت. أمين يا رب. أمين. نيرانك تيجي بتجذب الجميع إليك, محبتك تجذب الجميع إليك, فيرى كثيرون ويخلصون باسم المسيح. باسم يسوع. منظر وسحر بين إيديك في اسم يسوع. أخي فيليب احنا خلصنا الوقت. خلصنا. ربي يباركك حبيبي, بشكرك. شكرا. ربي يباركك. حبائي أشوفكم كل يوم اثنين وثلاث من الساعة 12 للساعة 1. الرب يبارككم وهتكونوا معانا في صلاتنا في اسم يسوع. أمين. سبحوا في